السلام عليكم خوتي ابراهيم باسمي من مونتريال اونكور اون فوا. اليوم خوتي حبيت نحكي لكم شويه على واحد الانسان دار فيديو في الفيسبوك ولا في اليوتيوب يكريكتيف بلادنا. نقول لك اسمع مليح يا وليدي المغاربه ما يدمولكش اخويا، ما يدمولكش، يدملك غير بلادك. تعال في بلادك وتقول بالمغرب احسن من الجزائر، الله يذلك. واش نقول لك؟ الله يذلك. انا ادوي لكم انا جيت للمغرب وشفت المغرب وقارنت بين الجزائر وبين المغرب. الجزائر بعيده بزاف على المغرب، بعيده بزاف. عيدة بزاف. انا كنت باغي، كنت نحب المغرب باش ندخل، كان احبابي عندي بابي. مي مشيت في 1995 بور لي جو ميترانيا في اسبانيا، وقعدت في كازا، درت فيها حوس فيها، دهشت خلعت. والله العظيم غير ما كنت نصور بلي هكذاك في هذاك المستوى المغرب. حاشاكم وحاشا قدركم. الحمير بارتو مربوطين، بارتو في الشوارع. لي بيس تاعهم والله العظيم غير لي كيس تاع البطاطا يقعدوا فيهم. الاطفال في الشارع عيب، اذا ما درش على الشيء هذا، بصح على غالب اذا كان يطلبوا عمي عطي لي، ماشي واحد ومش جوج، مئات، شارع كامل في المارشيات. في المارشيات تاعهم دخلت انخلعت. لي شاري لي شاريو هذوك، اللي يعزم ولي يحسي ولي طالب وشوفات كل ما عندك ما تشوف. دونك بلادنا بعيد عليهم. الجزائر اوروبا، الجزائر مقارنه كي مثل اوروبا. كي تشوف الجزائر، كي تشوف الجزائر كل شيء اوروبا لا ميم شوز. انا عشت في المانيا وعشت في امريكا وجيت خدت بلادي، وشوف ما كان حتى فرق بين الجزائر وبين اوروبا، بعيد عليهم. حنا ما راناش في القرن تاع علي بابا بالشوارط بالسحورات والعقاقر هذوك والبخورات والدب. انا مخي حبس. دخل لي ماغازان تسيب غير جلالب وهذوك تاع السوفينير، يقول السوفينير داخل غير السوفينير، ما عندهم حتى حاجه تصلح. باش نتايا يا واحد الطحان واحد رخيص، باش تجي تضحك على تبون وتقول تبون دار تبون راجل عليك وسيد رجال. يعني ندير لك ميساج منا من امريكا بلي تبون عطى دار بصمة تاعو في بلادنا ودار وعطى واش يمد لبلادنا وتبارك الله فيه. خدم البلاد راهي لاباس بها. انا دخلت en 2020 2021 2022، والله العظيم غير ما فهمت والو. لي جان فرحانين، لي جان قاعدك بلي ماغازان ديالهم، لي جان قاعدك سهرانين، المرقاز المشوي في الليل، دايرين كل الخيرات. هنا في امريكا والله ما كيما قلت لك، يعني في امريكا تلحق 7 8 10 الدار، البرد دار تدخل. في بلادي خلعت انا 3 جمعتين والناس سهرانين والماكله. واش خصنا الجزائر؟ ما خصنا والو، الحمد لله مزيانه شابه ما شاء الله. انا والله العظيم عندي، انا نحب بلادي ونموت على بلادي، بس عندي بتي بروبليم وراني نكافح. كاين عندنا الخاص حاجه اللي ما يستاهلش في بلادنا، اللي ضد البلاد وضد الدوله وضد. كاين عندنا بعض الناس وعندنا رجال اللي عندهم هدرة عندهم كلمة. دوك هذوك الناس اللي راهم يخربونا في بلادنا هما اللي راهم يديروا لنا المشاكل في الجزائر، وان شاء الله بواحد الوقت نقضوا عليهم. انا دونك انا جو باز مي مو واش راني نتكلم. انا كي قلت لكم الجزائر 10000 مرة أحسن من المغرب، سي 10000 مرة أحسن من المغرب. أنا باش كي نخلي باش يجيب لي لي زوروبيان ولا يجيب لي لي زوروبيان ولا لي زامريكان يجوا يفسقوا لي في بلادي، راح اشوف قسمهم. حاشا فهمتي، راح اشوف دين مو الحلوف، راح يدير يدخل مو شعر يخليه في بلاده، فهمت؟
جبونش بلاد الاسلام بلاد الجزائر بلاد الكرامه بلاد الشرفاء كما قال جدودنا اللي كما قال اخر ماتونا على الاعلام تاع الجزائر وانا حاضر فيها. انا كنت صغير في عمري في 7 سنين اقسم بالله العظيم بالثلث في دنيا العسكر لحقوني دخل برشا الماء وخشني امراه وكنت كافح نضرب في العسكر بالحجر. انا في عمري كان 7 سنين في عمري نشفى كل يوم في الدنيا عسكري من الحين داخل برشا الماء كافحنا والحمد لله مازالني في بلادي راني يعني في امريكا وجامي بدلت الفيستا وجامي قلت بلي 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 بلادي مش مليحه. بلادي مليحه عندنا بعض الناس بعض الحشك بعض المنافقين هذوك اللي راهم يخربون بلادنا بس هذوك نقضوا عليهم ان شاء الله بواحد بواحد. بلادنا انا كي جيت هنا ودخلت وحوست بلادي شفت كل الخيرات فيها كل الخيرات فيها تبدلت الجزائر تبدلت بزاف. انا في 40 سنه وانا عايش في الخارج تبدلت الجزائر بزاف والحمد تحسنت بزاف. برافو عليك مسيو البريزيدون برافو عليك الف مره برافو عليك الف مره. درت بصمات والحمد لله شرفتنا بلادنا وانايا راني من امريكا نساند فيك ونقول لك ما شاء الله عليك وما شاء الله على الارمي ديالنا. انا عقبت 10 سنوات في 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 في, في, في لا ديفونس ما شاء الله عليك يا شنقريحه معك يد في يد واخوك ابراهيم ولا عمكم ابراهيم ولا حبيبكم ابراهيم راه من امريكا يساند فيكم وما بدلش الفيسا واللي بدل الفيسا ماهوش منا ماهوش جزائري حر. تحيا الجزائر تحيا بلادي ويحيا ولاد بلادي واللي بدل الفيسا روح لا ردك هنا على الراس تاع باباك الحلوف روح ليك روح كاش واحد يدلك هنا على البوك الرخاص حاشي ما يسلاش ما خلتناش دخول لبلادنا كيما لازم الحال غير بلي كريتيك الناس تخدم وراي تبنيو وانتم تقطعوا في بلادكم. يد في اليد خاوتي يد في يد الجزائر الاحرار مع اخوكم مع عمكم مع باباكم عبد المجيد بون وشنقريحه ربي يحفظو اخوكم تسليم حرة من مونتريال وان شاء الله نتلقى في ساعة الخير. اخوكم ابراهيم سلم عليكم كامل وحنا مسلمين حتى شي ما فرقنا خوات بين المغرب وبين الجزائريين. انا واش قلت انا قلت هذوك الحاجه الرخاص اللي راهم يديروا في الفتنات يديروا في الفتنه ويديروا اما المغرب والجزائر خوه احنا خوان خوات مسلمين مؤمنين يد في اليد. انا ضد هذوك اللي راهم يحوسوا يديروا الفتنه حاب يديروا الحرب ولا حاب يديروا باش يتقاتلوا بيناتنا. انا كما قال الاخر مع الحق ما نحبش نشوف جزائري ولا مغربي يموت بالشر ولا نشوفه مسكين ضايع في الشر. لا انا باش نشوف مسكين مغربي مسكين يمد في يدو عمي عمي عطي لي. انا جيت قلت لك جيت وشفت في المغرب ولادي مسكين يطلبوا هو عايش كي البرنس شطوات ودير قصورات ودير كل شيء تمولك مع ولادو وشعب يموت. انا نبكي على المغربي ضعيف نحب المغربي ضعيف ونحب الجزائري ثاني ضعيف كيف لا ميم شوز. من بلادنا الحمد لله بلادنا الحمد لله الجزائر. انا مشيت بلاد اللي تمد سكن من سكنه وتمد امباي ولا تمد شوماج لولادها غير في بلاد متقدمه. يعني وانا عايش في امريكا هنا في امريكا تكريها بدراهمك وتخلص الكره تاعك غير خرج قلبك مي في الجزائر الدوله تمد لنا هاي في سبيل الله كادوات كل واحد يلحق في عمره غير الزواج في بلديه يسجل روحه الدوله تمد له سكنه. ربي يحفظ بلادي والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي بلادنا من احسن البلدان في افريقيا وربما في احسن بلدان في العالم. والحساد البحر ليه. تحيا بلادي يحيا ولد بلادي ويحيا المغاربة الحرار وربي يحفظكم وربي يسركم وان شاء الله نقضوا عليهم هذوك الحساد هذوك.
اللي راهم يدمروا في الدول وراهم يديروا في الفتنه باش نتقاتلوا بيناتنا، نقضي عليهم ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم خوتي، اخوكم ابراهيم تسليمه حرام من مونتريال.